السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الحادي عشر، آداب وإنسانيات، الوحدة الخامسة، الدرس الثاني بعنوان مقارنة مجموعات البيانات، الجزء الثاني. أهداف الدرس: سوف نتعلم في هذا الفيديو مقارنة مجموعة بيانات معروضة باستعمال مخطط الصندوق وطرفيه. مثال 2 صفحة 100، مقارنة مجموعات بيانات معروضة باستعمال مخطط الصندوق وطرفيه. نورة وريم طالبتان في مدرستين متجاورتين، وكلتاهما تجمعان تبرعات للجمعيات الخيرية في مدرستهما. تدعي نورة أن المبلغ الذي تبرعت به الطالبات في مدرستها أكبر من المبلغ الذي تبرعت به الطالبات في مدرسة ريم. المبالغ التي تبرعت بها عين عشوائية مكونة من 30 طالبة من كل مدرسة، مبينة في مخططي الصندوق وطرفيه الموضحين أدناه. هل تدعم البيانات ادعاء نورة؟ يمثل هذا الصندوق وطرفاه المبالغ التي تبرعت بها عين عشوائية من مدرسة نورة. كذلك يمثل الصندوق وطرفاه التالي المبالغ التي تبرعت بها عين عشوائية من مدرسة ريم. عزيزي الطالب، ما تفسير بيانات مخطط الصندوق وطرفيه في كل مرة؟ لاحظ معي، القيمة الصغرى للمبالغ هي 125 قطر رياس، الربيع الأول Q1 160 قطر رياس، الوسيط 225 قطر ريالز، الربيع الثالث Q3 260 قطر ريالز، أما القيمة العظمى للمبالغ هي 340 قطر ريالز. بالنسبة للمخطط الثاني، القيمة الصغرى للمبالغ بالنسبة لمدرسة ريم هي 125 قطر ريالز، الربيع الأول Q1 وقيمته 225 قطر ريالز، الوسيط وقيمته 250 قطر ريالز، الربيع الثالث Q3 قيمته 280 قطر ريالز. أما القيمة العظمى للمبالغ التي تبرعت بها مدرسة ريم هي 340 قطر ريالز. يبين الجدول أدناه توزيع القيم في مجموعتي البيانات. القيمة الصغرى للمبالغ التي تبرعت بها طالبات مدرسة نورة هي 125، القيمة العظمى 340، الربيع الأول 160، الوسيط 225، والربيع الثالث 260. أما القيمة الصغرى للمبالغ التي تبرعت بها طالبات مدرسة ريم هي 125، القيمة العظمى 340، الربيع الأول 225، الوسيط 250، والربيع الثالث 280. والآن لنبحث عن قيمة المدى الربيعي IQR. عزيزي الطالب، ما المدى الربيعي IQR؟ أي Interquartile Range. نعم بالفعل، المدى الربيعي IQR هو الفرق بين الربيعين الأول والثالث، ويمثل كذلك مدى تشتت 50% من البيانات الواقعة في الوسط. إذن المدى الربيعي لمجموعة بيانات مدرسة نورة، وهو الفرق بين 260 و 160 والمساوي لـ 100. وقيمة المدى الربيعي لمجموعة بيانات مدرسة ريم، وهو الفرق بين 280 و 225 أي 55. والآن عزيزي الطالب، ماذا تلاحظ في هذا الجدول الذي يمثل توزيع القيم في مجموعتي البيانات؟ من خلال عرض البيانات يمكن إبداء العديد من الملاحظات. أولاً، مع أن القيمتين الصغرى والعظمى للمبلغين المتبرع بهما في كلتا المدرستين متساويتان، إلا أن تشتت نقاط البيانات بين القيمتين الصغرى والعظمى في المجموعتين مختلف. ثانياً، تظهر عينة البيانات أن 50% من الطالبات في مدرسة نورة تبرعن بمبالغ تتراوح بين 160 قطر ريالز و 260 قطر ريالز.
بينما تبرع 50% من الطالبات في مدرسة ريم بمبالغ تتراوح بين 225 قطر ريالز و 280 قطر ريالز. ثالثاً، استناداً إلى البيانات، فإن 50% من الطالبات في مدرسة نورة تبرعن بمبلغ أكبر من أو يساوي 225 قطر ريالز، في حين أن 50% من الطالبات في مدرسة ريم تبرعن بمبلغ أكبر من أو يساوي 250 قطر ريالز. والآن عزيزي الطالب، هل تدعم البيانات ادعاء نورة؟ حيث أن ادعاء نورة هو أن المبلغ الذي تبرعت به الطالبات في مدرستها أكبر من المبلغ الذي تبرعت به الطالبات في مدرسة ريم. ما رأيك عزيزي الطالب؟ نعم بالفعل، البيانات لا تدعم ادعاء نورة، بل تشير إلى عكس ذلك، فهي تشير إلى أن المبلغ الذي تبرعت به الطالبات في مدرسة ريم أكبر من المبلغ الذي تبرعت به الطالبات في مدرسة نورة. والآن عزيزي الطالب، كيف يمكنك تحديد مقدار التشتت في مجموعة البيانات من خلال النظر إلى مخطط الصندوق وطرفيه؟ ولكن قبل ذلك، تذكر أن المدى الربيعي هو الفرق بين ربيعين الأول والثالث، ويمثل كذلك مدى تشتت 50% من البيانات الواقعة في الوسط. إذن، لاحظ المدى الربيعي لكل مخطط ثم أجب عن السؤال. أحسنت! نعم بالفعل، تشتت 50% من البيانات التي في الوسط أكبر في الصندوق الأوسع. والآن، استناداً إلى مخططي الصندوق وطرفيه، ما وجه المقارنة بين المبالغ المالية التي تبرعت بها طالبات المدرستين؟ ممتاز! التشتت في توزيع المبالغ التي تبرعت بها طالبات مدرسة نورة أكبر، والمبالغ التي تبرعن بها أقل بشكل عام من المبالغ التي تبرعت بها الطالبات في مدرسة ريم. إذن، كيف تساعدك قيمة المدى الربيعي على فهم مجموعة البيانات؟ أحسنت! نعم بالفعل، كلما كان المدى الربيعي أصغر، كانت قيم الـ 50% من البيانات التي في الوسط أقرب إلى قيمة الوسيط. سؤال للتفكر، استعمل الأدوات المناسبة. هل تتيح لك المعلومات المعطاة في مخطط الصندوق وطرفيه؟ تحديد الوسط الحسابي لمجموعة بيانات. عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وحاول أن تجيب عن السؤال. الحل: المعلومات المعطاة في مخطط الصندوق وطرفيه لا يمكن أن تتيح لنا تحديد الوسط الحسابي لمجموعة بيانات، إذ أن الخط الرأسي في الصندوق يشير إلى قيمة الوسيط. وبما أن مخطط الصندوق وطرفيه لا يبين القيم المفردة، إذن لا يمكن تحديد قيمة الوسط الحسابي. حاول أن تحل صفحة 100. عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك. شكراً لك على المحاولة. حاول أن تحل صفحة 100. ما وجه المقارنة بين المدى الربيعي IQR والمدى لمجموعة بيانات كل مدرسة؟ الحل: مخطط الصندوق وطرفيه لبيانات مدرسة نورة، ومخطط الصندوق وطرفيه لبيانات مدرسة ريم. المدى، وهو الفرق بين القيمة العظمى والقيمة الصغرى، أي مدى بيانات مدرسة نورة هي 340-125 = 215. المدى لبيانات مدرسة ريم 340-125 = 215. المدى ربيعي IQR، وهو الفرق بين الربيع الثالث والربيع الأول، أي 260-160 = 100. والمدى ربيعي لبيانات مدرسة ريم 280-225 = 55. إذن، مدى البيانات في المجموعتين هو نفسه، لكن المدى الربيعي لبيانات مدرسة ريم أصغر. إذن،
المدى الرباعي لبيانات مدرسة نورة أكبر من المدى الرباعي لبيانات مدرسة ريم. هذا يعني أن هناك تشتتاً أكبر في المبالغ التي تبرعت بها الطالبات في مدرسة نورة. تدرب 18 صفحة 104. يدعي أحد الباحثين أن الطلاب يميلون إلى امتلاك تطبيقات على هواتفهم الذكية أكثر من البالغين. هل تدعم البيانات المعروضة أدنى ادعاء هذا الباحث؟ وضح إجابتك. عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وحاول أن تجيب عن السؤال. شكراً لك على المحاولة. الحل: لاحظ عزيزي الطالب أن عدد التطبيقات الأقصى والأدنى متساويان في المجموعتين، كذلك عدد التطبيقات في هواتف 50% من أفراد المجموعتين يتراوح بين 21 و 31، غير أن وسيط عدد التطبيقات على هواتف الطلاب أكبر بمقدار 5 تطبيقات من وسيط عدد التطبيقات على هواتف البالغين. استناداً إلى البيانات، فإن 50% من عدد التطبيقات على هواتف البالغين أكبر من أو تساوي 24 تطبيقاً، في حين أن 50% من عدد التطبيقات على هواتف الطلاب أكبر من أو تساوي 29 تطبيقاً. قد يزعم الباحث أن متوسط عدد التطبيقات على هواتف الطلاب أكبر من متوسط عددها على هواتف البالغين. إذن تدعم البيانات ادعاء الباحث إلى حد ما. عزز فهمك 14 صفحة 104. الوسيط لمجموعتين من البيانات يساوي تال، والمدى الرباعي IQR لمجموعة البيانات الأولى يساوي 22، والمدى الرباعي IQR لمجموعة البيانات الثانية يساوي 8. الفرع A: ما الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها عن مجموعتي البيانات هاتين؟ وضح إجابتك. الفرع B: هل يمكن تخمين متوسط الانحراف المطلق MAD لكل من المجموعتين من المعلومات المعطاة؟ وضح إجابتك. عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وحاول أن تجيب عن السؤال. شكراً لك على المحاولة. الحل: بما أن الوسيط لمجموعتين من البيانات هو تال، والمدى الرباعي لمجموعة البيانات الأولى 22، والمدى الرباعي لمجموعة البيانات الثانية 8، ونعلم أن كلما كان المدى الرباعي أصغر، كانت قيم الـ 50% من البيانات التي في الوسط أقرب إلى قيمة الوسيط. إذن الإجابة عن الفرع A: مجموعة البيانات الأولى متشتتة بعيداً عن الوسيط، بينما مجموعة البيانات الثانية متجمعة أكثر قرب الوسيط. الفرع B: هل يمكن تخمين متوسط الانحراف المطلق MAD لكل من المجموعتين من المعلومات المعطاة؟ تذكر عزيزي الطالب أن متوسط الانحراف المطلق هو الوسط الحسابي لمطلق الفروق بين كل القيم في مجموعة البيانات والوسط الحسابي لمجموعة البيانات. إذن لا يمكن تخمين متوسط الانحراف المطلق لكل من المجموعتين من المعلومات المعطاة، لأنه لتخمين متوسط الانحراف المطلق يجب معرفة قيم كل البيانات. هل إجابتك صحيحة؟ رائع! إلى هنا نصل إلى نهاية العرض. شكراً لكم على الانتباه وحسن الاستماع، وإلى اللقاء في درس جديد من دروس الرياضيات.